وحدة الشامي لتصنيع الملابس توسعة جديدة للمؤسسة الرئيسية بنواكشوط، وهي وحدة حديثة تتكون من 3 ورشات: ورشة الخيام وأدوات التخييم، وتعنى بصناعة الخيم والأفرشة والأغطية والحقائب والأغراض الملحقة، وهي ورشة خاصة بهذه الوحدة الجديدة في مقاطعة الشامي، ورشة ثانية للتصاميم التي تتم معالجتها على أجهزة الحاسوب لتصبح أدوات جاهزة للاستخدام، وورشة ثالثة خاصة بصناعة الملابس. إضافة إلى ذلك، تضم وحدة الشامي لتصنيع الملابس دارا للضيافة ومكاتب ومسجدا ومصلحة أمن عامة ومراقد ومطعما. وتعد هذه الوحدة حديثة النشأة والمجهزة بآخر صيحات المعدات أولى التوسعات للمؤسسة الأم في نواكشوط. هذا مصنع فيه ورشات خصوصية عندها مهام خصوصية، هي منها يتوفر إن شاء الله بعض المعدات اللي ما كانت تعدلهم وكانت تنجاب من الخارج كليا، اللي هي الخيام والحقائب وأدوات التخييم كاملة بصفة عامة. وهذه أدوات يعملوها الجيوش بكثرة وتنفق عليها موارد طائلة، وإن شاء الله من الآن فصاعدا الدور تم معدل هذا المصنع له، مع أنه مولي لا يتم يعدل الملابس الأخرى اللي تعدل هك في الورشات، لا يتم مولي يزيد من الكمية اللي كانت تتجي في الواكشوب. لكن مهمته الأساسية هي ذيك مواد التخييم اللي طالع، اللي هي الخيام والحقائب وما إلى ذلك من أدوات التخييم والتأثيث إن شاء الله. وحدة الشامي لتصنيع الملابس توسعة تم تشييدها وتجهيزها على نفقة الجيش الوطني، على أمل أن تتبعها في المستقبل توسيعات في مناطق أخرى من الوطن. هذا وقام رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز ضمن برنامج زيارته لمقاطعة الشامي بزيارة لنماذج من